وين؟ السلام عليكم. وانا فجأة لقيت حسام ايش قاعد لسه قاعد يكمل لك قبل شويه، بفتح بالصدفه لقيت القناه رجعت، ولكن عمل لك كثير اشياء لحتى ترجع. متحمس كثير؟ متحمس كثير كثير متحمس كتير. طيب استنوا بس اروح اقعد هناك بحكي معكم بقول لكم ايش صار. هنشرش مش ابن ادم انا اوكي لهذا النهار بالذات. طب اخوان هذا الفيديو سريع حيكون، لانه ححكي بالزرب عن ايش اللي صار، ولكن حنزل لكم فيديو احكي بايش التفصيل عن هذا الشيء صار كامل. اول حاجه بدي اشكر صاحبي عاكف اللي وصلني مع خالد شريف، وهم اللي شرحوا لي كيف اعمل لحتى ارجع القناه، والحمد لله رجعت القناه. طبعا بعد ما انا دوست اكفس 10 ايام في حياتي، تخيلوا اخوان، غير حطوا حالكم في بلاستي، تضرب سيمانه ديال ايش من سيمانه، اكثر من عام ونص ديال تماره لحتى تطلع قناتك، تخدم فيديوهات، تصور، تمونتي، يجي واحد من باب الطاق يهاكيها لك. علاش جاني ايميل، انا اقول لكم شنو طرى معي بالضبط لحتى تكون معي في الصوره ولحتى تفهموا. الناس اللي كيشاهدوا في اليوتيوب وعندهم قناه في يوتيوب ما يغلطوش نفس الغلطه اللي غلطتها انا. جاني ايميل من واحد الشركه على ود كولابوراسيون، وانتم عارفين شغلنا في يوتيوب كيعتمد على الكولابوريشن مع الناس وداك الشيء. وهذا دخلت انا هذا الايميل مشات القناه، ولكن اقسم لكم بالله اخوان، اقسم لكم بالله انا فشوف ديك الكولابوراسيون فرحت. حتى تقريبا اول كولابوراسيون غادي نديرها فرحت لسبب واحد. اول سبب، حتى انا قسما لكم بالله، وكنت كنهضر مع الدار، واما حتكتب كومنت في هذا الفيديو وحتقول لكم، يعني كان نفسي هذاك الكولابوراسيون فلوس نيش نصيفط للدار، يعني باش نحسسهم انه تلاشين كدير شي حوايج، تلاشين جلسه كتكبر وكذا، فغي يفرحوا معايا هما فيها. ما توقعتش هادشي اللي يصير، ومشات القناه. وملي مشات القناه تعلمت واحد الحاجه، انه عيش لحالك، ما كاينش واحد كينفع. يعني شحال من واحد كانت قناته صغيره ودعمته، وكان حط فيديوهات وكان حط قنوات وكذا لحتى يطلع. انا درت قناه احتياطيه مع اني عارف ان القناه حترجع، بالمناسبه ربط القناه الاحتياطيه غير تلقوها تحت في صندوق الوصف. درت قناه احتياطيه لحتى اشوف مين حيشركها، لحتى اشوف مين حيدعمها، لحتى اشوف مين حيوقف معي في هذه القناه. للاسف ما لقيت حتى واحد يدعم هذه القناه، ما لقيت حتى واحد يبارطاج هذه القناه، غير الناس اللي كتتابعني، غير الناس اللي بتحبني هي اللي بدات تشارك هذه القناه. اما اليوتيوبرز اللي كنعرفهم اصحابي كذا، حتى واحد ما سوق لي. لكن نقول لكم الحمد لله انه بجهدي وبدعوة امي وبدعوة والديه وبدعوة اصحابي رجعت القناه. هذا الاشي اللي فرحني. عاوتاني بشكر صاحبي عاكف تركيا، حط لكم قناته عاكف، ادعموه، لانه في الفتره، شوفوا سبحان الله، جتني كورونا ومشات القناه في دقه، يعني في واحد الفتره دازت خيبه، ما نتمناش لشي مسلم، ولكن الحمد لله متعلم من هذا الشيء اللي وقع. فهاد الدراري صحابي ما لقيت واحد من غير الناس القراب ليا بزاف، عاكف واصحابي اللي هنا في الدار، هم اللي كيواسوني، هم اللي كذا، وناس عزاز علي بزاف، هم اللي وقفوا معي لحتى ترجع القناه. شكرا لكم والحمد لله رجعت. واستنوا ان شاء الله بكره حينزلكم فيديو هحكي فيه عن كل اشي بالتفصيل، هحكي فيه. بس انا حطيت هذا الفيديو لحتى اتاكد انه القناه رجعت لي، لانه انا مش مصدق. واو والله يا اخوان خيب، اقسم لكم بالله خيب. وبعدين وش توحشتوني؟ انا رجعت، انا رجعت، ياك ما اسحب لكم مشيت، ابربي تغترون عبلاتي وعقله هذه كلمه، ابربي تغترون. تحمست اجا حسام، زيد وانا تحمست ضربت الطابله طيحت الكاميرا. حسام صاحبي طبيب بغيت تشوفوه مع فيديوهات، هو شنو جاي الفتره الجايه؟ بزاف ديال الحوايج واعره ولا مش واعره؟ واعره بزاف. واش مخبين عليهم شي حوايج واعره ولا لا؟ يلا حي هذا الفيديو سريع، حيسال الفيديو هنا، اشتركوا في القناه وقناه الاحتياطيه، اشتركوا فيها، رابط الانستغرام ديالو حسام ودراري غتلقوا في صندوق الوصف، تابوناو عند اللي بغيتو. انا راه فرحان زيد عنق اخي، الحمد لله. يلا اخوان تهلاو، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد غدا، فيديو حماسي مليون. السلام عليكم.